متحف إسباني بطوابق عدة، أوله يوثق للمسلمين في شبه جزيرة إيبيريا، الآخر للعلوم الأندلسية، كل ما يخص الفلك، الفيزياء، الكيمياء، ثم الهندسة. مراسلنا في غرناطة كان بين 120 ألف زائر جال بينهم ونقلنا إلى هناك. إنه متحف التراث الغرناطي الأندلسي في إسبانيا. جميل أن نتحدث عن تاريخنا وأيامه، ليس حديث من قال كان أبي، ولكن حديث استحضار واستلهام أكثر منه حديث ذكريات وكان يا مكان. ولكن الأجمل من كل ذلك أن يتحدث عنه الآخرون، لا بل إنهم لا يكتفون بالحديث عنه فقط كما يفعل الكثيرون منا، ولكنهم يدعمون أقوالهم بأفعال لإبراز ذلك التراث وأهميته على مستوى الإنسانية جمعاء. إن هذا هو أبسط ما يخالجك من شعور وأنت ترى الصرح الثقافي الذي أقيم في مدينة غرناطة، والذي افتتح في تشرين الثاني من عام 2008 مقدماً لزواره إيجازاً بأبرز الإنجازات خلال العهد الأندلسي. El pabellón de Al-Ándalus se funda, tiene aquí su sede a partir del año 2008 para la interpretación y la dinamización del patrimonio hispano-musulmán a través de visitas guiadas, talleres educativos, didácticos para niños desde 4 años hasta gente que, pues, que quiera conocer esta cultura. La primera planta tiene una introducción cronológica y geográfica sobre el dominio del Islam dentro de la península ibérica y en la segunda planta cada sala está dedicada a una ciencia andalusí, desde la astronomía hasta la física, química, arquitectura y otras técnicas, que es la última parte que ocupa esta exposición. El pabellón de Al-Ándalus está gestionado por la Fundación Pública Andaluza, el Legado Andalusí, que a su vez lo lleva, depende de la Junta de Andalucía. Hemos terminado el año con alrededor de 120.000 visitantes durante todo el año, 2015. يقع المتحف على مساحة تصل إلى 4500 متر مربع وعلى طابقين، يضم الطابق الأول منه ديكوراً من التراث الأندلسي بأقواسه المعروفة التي تحاكي الحمراء وقصر ابن عباد في تصميمها. كذلك تبدأ القاعة بخارطة تمثل الدولة العربية الإسلامية في تلك الفترة، وكأنهم يريدون أن يقولوا لزائريهم أن ما ستشاهدونه في هذا المعرض هو نتاج لعمل أناس قد أتوا من هناك. نماذج مختلفة لأهم نتاجات علماء تلك الفترة في الطب والرياضيات والجغرافيا والفلك والصيدلة والزراعة وباقي العلوم، إضافة لبعض المخطوطات والخرائط التي حرص المعرض على الحصول عليها من متاحف أخرى، كما عرضوا مجسماً لمدينة غرناطة من القرن 15. Thank you.
المطابق الثاني انتشرت 10 صالات تمثل كل واحدة منها قسماً من أقسام العلوم التي أبدع فيها العرب وتركوا بصماتهم عليها، كما تعرف بالرواد منهم في كل مجال. ففي قسم الفلك نشاهد الإسطرلابات بمختلف أنواعها، والبوصلات التي لا تكتفي بالإشارة إلى جهة الشمال فقط، بل إنها تشير إلى موضع القبلة كذلك. كما عرفوا أهمية الوقت في حياتهم، فصنعوا الساعات الشمسية منها والرملية والمائية، بل حتى أن هناك ساعات تستخدم الشمعة لتحديد الوقت. أما رواد هذا المجال فهم المرادي ومسلمة المدريدي والزرقاني. Estamos en la sala de geografía y navegación. Aquí lo que se enseñan son los avances científicos que introducen los andalusíes, los árabes en este caso, en la ingeniería naval. Un elemento muy importante que introducen también es el timón de codaste, el timón para dirigir el barco en un sentido o en otro. Anteriormente, en época romana, se dirigían los barcos con remos. Muy importante también van a ser las herramientas náuticas, como son los astrolabios náuticos, la ballestina y las cartas náuticas, que permiten navegar de forma segura y así surcar los mares sin necesidad de ir por la línea de costa, sino mar adentro. Importante también va a ser, en este periodo medieval, el mar Mediterráneo como vía para conectar el Oriente y el Occidente, una vía marítima para el traspaso del conocimiento científico y productos nuevos que van a llegar de Oriente. وفي مجال الجغرافيا أبدع العرب أيما إبداع، فكان الإدريسي أول من وضع خارطة للعالم وأقاليمه وخطوط العرض والطول في الكرة الأرضية. وفي الملاحة غير العرب الشكل المربع الذي كانت تمتاز به أشرعة السفن سابقا إلى الشكل المثلث. وقد وضع في المتحف أنموذج لقارب عربي من القرن التاسع، كما عرض المتحف عقد إيجار لقارب كتب في عهد القاضي بن سلمون في عهد الوزير بن الخطيب، مما يدل على المدى الذي وصلت إليه الملاحة في تلك الفترة. وفي مجال الطاقة الهيدروليكية صمم العرب النواعير بمختلف أشكالها وبما يتناسب مع عمق مصدر المياه، كما أضافوا مربعا خشبيا من الداخل للناعور ليكون أكثر قوة. كما عرض المتحف أنموذجا لطاحونة من تلك الحقبة كانت قادرة على طحن الورق. كما أبدع العرب في وضع نظم الري التي ما زال بعضها يعمل إلى يومنا هذا، حتى أن خطوط نقل الماء كانت تمتد لعشرات الكيلومترات، مستخدمين لذلك قطعا متداخلة من الفخار طلي داخلها بمادة عازلة لتحافظ على نقاوة المياه ولسهولة تنظيفها كذلك، كما أسسوا نظاماً للصرف الصحي. وفي مجال الزراعة نقل العرب إلى إسبانيا أنواعاً عديدة من النباتات لم تكن معروفة هناك، ويعد كتاب الفلاحة لأبي زكريا الإشبيلي واحداً من أهم الكتب التي تعنى في هذا المجال، كما صنعوا الزجاجة والورق وهي من الصناعات المتطورة في تلك الفترة.
وفي مجال الجبر والمثلثات والرياضيات بشكل عام كانوا من الريادة، بحيث أنهم تمكنوا من إضافة الصفر إلى الأرقام الأوروبية. وفي الجراحة نبغ عبد الملك بن زهر الإشبيلي وأبو القاسم الزهراوي في الطب والجراحة بشكل خاص، فكان أول من أجرى عمليات تفتيت حصى الكلى وسحب الماء من العين، وصنع الخيوط المستعملة في إجراء العمليات الجراحية. وفي مجال الموسيقى أبدع زرياب الهارب من تهديد أستاذه الموصلي في بغداد، حيث أدخل العودة للآلات الموسيقية الإسبانية، كما أضاف إليه وتراً خامساً، وأوجد الكثير من المقامات اللحنية، وعلم الناس أصول الأكل والشرب، كما صمم أنواعاً من الملابس بما يلائم كل موسم وكل مناسبة. ويمكن أن نقول أنه بهذا أضاف نكهة بغدادية إلى التراث الأندلسي. ربما يكون قد فاتنا إنجاز ما لم نذكره في هذا التقرير، ولا عجب في ذلك، فالموروث العربي الإسلامي في الأندلس أكبر من أن يحويه تقرير ما أو جدران متحف. لبرنامج مراسلون، قحطان العاني، غرناطة، إسبانيا.